السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. ملحمة السلمان وعرض لمدة 3 أيام على اللحوم اللي عندهم، الحاشي، النعيمي، التيوس والأنواع الموجودة عندهم. الكيلو موحد، وحدوا لمدة 3 أيام الكيلو ب40 ريال. موقع الملحمة في حي الخليج على شارع أبي سعيد الخدري، المعروف سابقا بشارع الكهرب. ما عرفت الموقع، ارفعوا الشاشة بيوصلكم هنا مباشرة. كيلو الحاشي اللي عندهم على 40 ريال ابتداء من غدا ولمدة 3 أيام، يعني الجمعة والسبت والأحد. بنهاية الدوام يوم الأحد ينتهي العرض. لأول مرة يسوونه، وحدوا الكيلو على 40 ريال فقط. أيضا عندهم النعيمي وعندهم التيوس وعندهم النجدي وعندهم عدة أنواع على 40 ريال الكيلو لمدة 3 أيام فقط يا جماعة. أبو مصطفى الله يعافيك، اليوم كم نزلتوا وش نزلتوا عندكم في المحل؟ نزلنا حاشي، 5 حشو، 5 حواشي. نعم. وبكرة؟ وبكرة طعمه 3. بكرة 3. وش الأنواع الموجودة عندكم؟ نعم، طعمك في حاشي وفي طعمك نعيمي وفي نجدي وفي تيوس. طيب، بلدي كلها. الكيلو بيكون بكم؟ 40، عرض على 40. 40 ريال لمدة 3 أيام. 3 أيام يا جماعة. نعم. 40 ريال أي آخر من الآخر أنا. لأي نوع عندهم في الملحمة؟ 40 ريال لأول مرة يسوون هالسعر، 40 ريال في فرعهم الموجود في حي الخليج على شارع الكهرب. حاشي ممتازة وطيبة، والكيلو 40. والكيلو 40 مدة 3 أيام. مدة 3 أيام الكيلو 40 عندهم.